على دقة قلبك. وبترد الروح. راديو أوريان. من هي الأسرة هو أبو خليل الأباني، مؤسس المسرح العربي بالقرن الماضي. نزار أبو لنزار بتقول عنه كتب التاريخ أنه كان من رجالات الثورة السورية، وكان يعني من ميسورين الحال. إذا بدي أحكي عن نزار أباني فبدي كتير وقت لأحكي عنه، مؤهلاته والمناصب اللي استلمها، حالته الاجتماعية. إذا بدي أحكي عن كتبه والشعر، قضى 50 سنة بين الفن والشعر. توفى ب 30/4/1998، كان عمره 75 سنة. مثل ما قلت لكم قضى 50 سنة بين الحب والفن والغضب والجمال. في كتير مراحل مر فيها بعمره. انتقل لدمشق واندفن بمثل اليوم 4/5/1998. لنحكي أكثر عن مسيرة هذا الشاعر الدمشقي الأنيق والكبير العظيم، لنحكي أكثر عنه اليوم معي الكاتب والروائي السوري فارس الذهبي. يسعد مساك. ألف مساء أحلى تي تايم شو. أهلين حسني. فارس، بداية مع الحفظ بالألقاب، اليوم مثل اليوم من 1998 ودعنا نزار أباني. الحقيقة خسرت سوريا والحركة الثقافية بسوريا، خسرت قامة كبيرة كتير بسنة 98. اليوم 4/5/2015. اليوم مثل اليوم سنة 98 وصل جثمان شاعر العشق والغرام، شاعر الأنثى، شاعر الشام الكبير، شاعر سوريا العظيم، وصل جثمانه اليوم مثل اليوم 98، وصل على دمشق بعد رحلة طويلة بالمنافي. طبعا هو توفى مثل ما ذكرت انت، توفى ب 30 نيسان 1998، وسمحت السلطات السورية، تخيل سمحت السلطات السورية لأسرته بدفنه بمسقط رأسه دمشق مثل اليوم. وصل جثمانه على الطيران السوري، و استلمته وزارة الخارجية ووزارة الثقافة، استلمت جثمان طبعا الراحل العظيم، وقرروا انه يعملوا له جنازة رسمية. بالفعل طلع الجثمان من المطار على ابو رمانة بسيارة اسعاف، وكان مقرر انه تكون جنازة رسمية بعثية، رسميين حضور رسميين، يعني رئيس اتحاد الكتاب، رئيس اتحاد الصحفيين، نقيب الفنانين، هالقصص كلها، أعضاء قيادة القطرية والحزب، وهدول الأساس بالضبط. بينما كان محبينه اللي إجوا من كل أنحاء العالم، بالفعل إجوا من كل أنحاء العالم، عندهم خطة تانية. بحارة أبو رمانة الشهيرة بشارع الفاخر بأبو رمانة مشيت الجنازة الرسمية الموزونة اللي قرروها هدول اللي قرروها النظام السوري. طبعا اللي قرر النظام لشاعر فوضوي وعبثي وثوري مثل نزار أباني. وصلت لشارع أبو رمانة، وإذ بجحافل من محبي نزار أباني اللي كان يشكل لهم رمز واللي غاب عنهم لمدة مينيموم عقد من الزمن، وكان يتردد على دمشق بس كل 4-5 سنين مرة بس. هو منفي، يعني هو اختار يروح على لندن من الثمانينات. وقفوا السيارة بفعل جموعهم وفتحوا سيارة الإسعاف وحملوا تابوته نعشه ومشيوا فيه بشكل عفوي حقيقي نابض، وحملوه ومشيوا فيه. أجهزة الأمن تلبكت، أجهزة الأمن طبعا موجودة بكل مكان وكل زمان اللي بيعرف سوريا، يعني بسنة 98 لسه كان حافظ أسد عايش يعني. حملوه مشيوا فيه، نزلوا فيه باتجاه قصر الضيافة. حاولت القوى الأمنية إرجاعه لسيارة الإسعاف بس ما قدروا.
وبلشت العالم تلم، بلشت العالم بالآلاف تلم شباب كمظاهرة، كمظاهرة حقيقية. الله أكبر الله أكبر، رجع ابن الشام رجع ابن الشام، رجع ابن سوريا رجع ابن سوريا، حملوه يركضوا فيه ولحقن الجميع. حلو. المنظمين والمسؤولين والبعثيين وكلهم لحقوه، بس ما قدروا. عبس عبس، وين بدهم يروحوا؟ وين بدهم يروحوا؟ صح. الناس حملت الجثمان وركضت فيه، داروا فيه الشام كله بما يشبه عرس حقيقي، داروا فيه الشام وصولا لمقبرة باب الصغير حيث وري السرى. طبعا من اللافت انه جنازة نزار كانت يعني صحيح في آلاف الشبان كانوا من كل أنحاء سوريا طبعا، بس كانت هي جنازة نسائية بامتياز. شاعر المرأة، شاعر المرأة الأول. النساء اللي كانت عم تبكي نزار من كل أنحاء العالم العربي وعم يبكوا كانوا من قلبهم يعني. طبعا فيها وجوه فنية كبيرة يعني، كانت ماجدة الرومي وكانت لطيفة وكانت نساء ربما عشقوا النزار وربما هن عشقوه، بس كانت حقيقة جنازة ضخمة كتير وكبيرة كتير، أقلقت النظام بوقتها، وهي حقيقة كانت أول خروج على السيستم الصارم اللي وضعه النظام بوقتها، أنه هن كانوا خايفين أصلا من عودته للبلد، وإذ رجعته للبلد لنزار أباني بتكسر كل القيود، مثل ما هو كسر كل القيود بحياته وكل القيود بشعره، كسرت كل شيء وتحولت فعلا لأول مظاهرة وصل أصداءها لجميع الناس اللي كانوا بيحبوه واللي كانوا بيكرهوه على حد سواء. يعني هو كان سبب هذا ابن دمشق البار اللي رجع، هو كان سبب لهدول العالم اللي كسروا كلام النظام وكلام حافظ الأسد بوقتها ليقولوا أنه لا، مو بسيارة الإسعاف، هذا ابن الشام، الله أكبر، نحن مندور فيه. بالضبط. وداروا فيه بالضبط. بالشام طبعا يعني كانوا عم يحاولوا يكرموه تكريم شعبي، لأنه هن كلهم بيعرفوا أنه قديش صراع نزار أباني مع النظام 50 سنة، 50 سنة من النفي والتهميش والمنع والإبعاد، 50 سنة أنصفوا الشعب أخيرا، وأنصفته النساء وأنصفوا الرجال وأنصفوا الأطفال وأنصفوا التاريخ السوري لنزار أباني. وفعلا المظاهرة اللي كانت جنازته لحد الآن أصداءها تتردد في ذاكرة جميع أهل الشام. نزار أباني أكيد باقي بقلوبنا وباقي بعقولنا. نزار أباني كان سعيد جدا، سعيد جدا أكيد كان بهذا التكريم اللي كرمه يا الشعب، أكيد أكثر بكتير من أنه نسمه شارع باب رماني على اسمه، شارع بمنطقة هيك يمكن هو ما بيحبها. فرشت فوق ثراك الطاهر الهدباء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟ حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السببا. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، يلا فمسحي عن جبين الحزن والتعب. نزار الدبلوماسي السوري انولد مثل ما قلت قبل شوي ب 21/3/1923 بالعاصمة السورية دمشق، ومثل ما قلت انه هو من أسرة عريقة، جده كان ابو خليل الأباني رائد المسرح العربي وورث الشعر عن ابوه رغم انه كان يتعلم العزف والموسيقى بطفولته. طبعا الأباني درس الحقوق بالجامعة السورية وتخرج منها بسنة 1945 وبلش شغله بالسلك الدبلوماسي، تنقل بين العديد من الدول قبل ما يقدم استقالته من شغله الدبلوماسي بسنة 1966. أول ديوان أصدره نزار كان سنة 1944، حمل عنوان قالت لي السمراء، وبعدها بلشت دواوينه تتوالى وتجي أكتر. فارس، طبعا حياة نزار أباني
مثل كتبه، مثل كل الأساطير اللي نسجت حوله، هي مليئة بالحواديت ومليئة بالحكاوي ومليئة بالقصص. كل سنة كان بحياته هي عبارة عن حكاية طويلة بينحكى فيها مجلدات وقصص وحكاية. يعني مثل ما تفضلت هلأ أنت لخصت بداية حياته، هو فعلا ولد بمدينة الشحم 21 آذار برج الحمل، هو بيحب الأبراج، كان سنة 23 ودخل مثل ما قلت الحقوق. أول ديوان أصدره مثل ما كمان قلت اسمه قالت لي السمراء. قالت لي السمراء أصدره نزار أباني كان لساته طالب بكلية الحقوق، تمام. وحقيقة كان هو أول صدمة له حقيقية بمواجهة النقد والنقاد. بس قبل ما نحكي عن قالت لي السمراء لازم نحكي عن بداياته الشعرية. هو بلش قبل من هيك، هو بلش بسنة 39 بعتوه أهله على رحلة لروما، رحلة بحرية لإيطاليا. طبعا من خلال شوية قراءات سابقة رافقوا فيها الصدف، يعني رافقوا فيها الفنان تشكيلي لؤي كيالي الله يرحمه. طبعا هاي الرحلة انطلقت من اللاذقية على إيطاليا وسنة 39 بعتوه أهله فيها، كان لساته صغير، هو مولد 23 يعني عمره 16 سنة كان. وقت رجع وهن بإيطاليا أعلن الحلفاء بداية الحرب العالمية الثانية، فأهله خافوا جدا عليه، خافوا عليه لدرجة يعني أهله هن عبارة عن جيرار من الحنان والعواطف، عسل يعني، تمام. خافوا عليه فما قدروا يعملوا شيء، لأنه وقتها لا كان في تليفون ولا في أي وسائل اتصال. بس قدر يرجع على سوريا وعلى دمشق بسفينة راجعة، قدرت الشركة السياحية تأمن لهم إياها. بس بالمفارقة أنه وقتها هو بالميناء بإيطاليا كتب أول قصيدة، يعني أول قصيدة غير احترافية له اسمها الحنين إلى دمشق، وهم بلش أهله يعترفوا أنه في عندهم شاعر بهالعيلة. طبعا بيحكي عنه الأستاذ صباح أباني بالبدايات أنه بكتاب كتاباته عن نزار أباني بيقول أنه نزار كان زوبعة في باحة الدار الصغيرة الهادية، النارنج والكباد والليمون، نوع الورد الجوري والشب الظريف والراخي شعره والراخي شعره والبحرة والياسمين والكذا، البيت الدمشقي المكنكن تماما هو كان الحاضن اللي كبر فيه نزار أباني. بيقول أخوه صباح أباني اللي هو صار فيما بعد مدير عام التلفزيون السوري ومؤسسه، بيقول في عام 1936 ونزار في الثالثة عشرة من عمره، كان ضيوفنا وجيراننا في الحي الدمشقي القديم كانوا على عادة أهل الشام يسألون أبي حين يدخل عليهم نزار ماذا ينوي المحروس أن يكون عندما يكبر، فيجيبهم أبي ببساطة: ابني يريد أن يكون شاعرا. فيتغير لون سائليه ويتصببون عرقا ويتلفتون بعضهم إلى بعض ويتمتمون: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان في إدانة إنه كيف أنت ابنك ده يصير شاعر يعني. وحين كان نزار يرى الوجوه المكفهرة ويسمع تلك التعليقات الملأة بالأسى والأسف يجزع ويتخيل أن الشعر والكارثة شيء واحد. ولنا أن نتخيل الآن بعد 65 عاما لو أن نزار لم يكتب الشعر، يا لطيف شو كانت خسرة الحركة الأدبية والثقافية والسياسية بشعر نزار. سنة 44 مثل ما قلت أنت قبل الاستقلال يعني بسنتين أصدر ديوانه قالت لي السمراء. أنا بدي هون رجع له قبل ما أنت تكمل يعني كلامك. قالت لي السمراء كان صدمة للنقاد والشعراء. طبعا نشر له يا الصحفي والأستاذ منير العجلاني، نشر له يا الكتاب، هو واحد من وجوه الثقافة في دمشق تلك الفترة، نشر له يا طبعا نشر له يا على نفقة والده توفيق أبا. نشوف قديش أبوه متنور كان حتى يعني يدفع هيك وقتها مبلغ ليدعم ابنه ويساعده بتحقيق حلمه. يعني هو مجرد ما يسألوا الناس يقولوا له شو بده يطلع ابنك المحروس بس يكبر، يقول لهم شاعر، متبني الفكرة، مجرد ما يقول لهم هاي الجملة بيقولوا هن لا حول ولا قوة إلا بالله، وين رايحين؟ في استنكار طبعا. يعني هو حس مجرد من البداية هو عمل دافع لهذا الشاب الصغير اللي عم يشق طريقه يحقق حلمه. يعني هذا بيدلنا انه الانسان
قديش مهم انه يدعم احلام اولاده حتى لو كانت مجنونه بالنسبه لهم بهذيك الفتره. صحيح. طبعا نزار قباني كان مثل عاصفه حقيقه مثل ما قلت هلا لانه ما كان هذيك المجتمعات تتقبل. ديوان قالت للسمراء هاجمون النقاد بكثافه وشنوا عليه حملات كتير كبيره انه اعتبوا واطلقوا عليه لنزار ابن الصغير بالعمر اطلقوا عليه لاول مره الشاعر الماجن. بيقول بقصيده قالت لي السمراء: هل أنا لك أن تعترف؟ فقصيدتك التي ناجيت فيها القمر عما قرأت لك من قصائد تختلف، كلماتها تكشف السر الذي عبثا تحاول إخفاءه، ذلك النبض الجميل الذي تحاول إسكاته. قالت لي السمراء: هل أنا لك أن تواجه حقيقة القدر دون ما التفاتة للوراء أو هذر؟ قالت لي السمراء: ما هذه الدموع؟ وأسوأ ما في الرجال البكاء أو كلمات الضعف تستجدي الرثاء. تحطم في داخلي أسطورة الكبرياء لرجل يزعم لا تقهره النساء أو يتحطم شراعه إذا ما واجه الأنواء. قالت لي السمراء: بربك قل لي، أحين يحب الرجل ينكسر أم أنه بالحب وحده ينتصر؟ قالت لي السمراء: أحب الصيف وهجا إلهيا لا تطفئه برودة الشتاء، وقلب طفل لا يعرف في أمور الحب سوى الصفاء، يمضي للأمام قدما دون التفات للوراء. قالت لي السمراء: أهو الانتقام لما تحطم في نفسك من كبرياء أم الحنين إلى الماضي حين ينسدل المساء؟ إن لم يكن فيما ذكرت هو الحقيقة فقل ما تشاء، وسأقول أنا أيضا ما أشاء، ولنكن كما أردت دوما أصدقاء. يعني قديش هذا الكلام من أول، يعني أول ديوان طلع له هو قالت لي السمراء، قديش في حوارية بينه وبين هي السمراء. طبعاً أنا كمستمع لهذا الشعر عندي أسئلة، أنه هي السمراء موجودة أم ما أنا موجودة؟ هي مين؟ في كتير أسئلة، لأنه هو في حوار إنسي روحاني، في حوارية بين شخصين موجودين. يعني هو عم بيقول له وهي عم بترد عليه. طبعاً. يعني فهو هل متخيل، هل هي، هو كان معروف انه هو شاعر الانثى، طبعا يعني شاعر المرأة الاول، طبعا المرأة الاول، طبعا يعني انت جبت كبد الحقيقه. طبعا نزار قباني بيقول بحوارات لاحقه بعد 50 عام من هي انه السمراء هي زميلته، كانت بالجامعه، كان يحبها طرف من حب من طرف واحد وما اعترفت هي بهذا الحب، ومشان هيك هو سمى الديوان اسمه قالت لي السمراء. طبعا ديوان قالت لي السمراء هو ديوان لسه يعني باعتراف نزار والنقاد انه هو لسه ادواته بسيطه، لسه لغته عم تتشكل، لسه هو ما له عرفان على اي ارض عم يمشي، بس كان مصمم انه يحط يثبت رجليه على درب الشعر ولو بديوان. طبعا ديوان صغير هو دي قالت لي السمراء ومبتدئ، بس مع ذلك عمل زوبعه حقيقيه، لانه كان في صدمه لعقول لسه ما بتعترف كما وصف نزار انه عقول رفضت انه تعترف بجسد المدينه وتعريه وتكشفه على حقيقته. يعني هي من هون هذا اول ديوان، وبعدها صار عنده دواوين كتير. طبعا. صار عنده تقريبا نحو 35 ديوان، اشهرها الرسم بالكلمات. صحيح. نصف نهد. صحيح. واسس بعدها دار لنشر اعماله بلبنان باسم منشورات نزار قباني. نزار قباني ما بدي انسى انه هو غنى له من كلماته الكبار كتير من المغنيين والنجوم جايين عليها. يعني لانه في كتير الى اليوم في كتير بيبحثوا بكتب نزار واوراق نزار وبيرجعوا لورا ليقولوا نزار شو قال. هاي كلمات نزار وبيحاولوا يشتغلوا عليها ويقدموها بهي الطريقة يلي هي إلى اليوم نحن بنسمع القصائد بنسمع الأغاني ومنقول أنه هاي كتبها نزار، بس نحن ما منعرف نزار أنه هو اتحارب في البداية، لأنه يعني مثل ما قلت قبل شوي وتفضلت أنه هو حاول يعري جسد المدن. تمام، تمام. حاول يكون واضح كتير، حاول يقول الحقيقة بشكل ما عن طريق الأنثى بأكتر من، يعني هو حتى وصف المدن كتير بأنوثتها دائما. صحيح. كان وكان يتغنى كتير بالشام مثل ما قلت لي بالبداية أنه برحلة روما وأتراح هي أول مرة حن إلى دمشق إلى مسقط رأسه، هاي المدينة يلي هي الكل بيحبها بدون استثناء شو ما كانت جنسيته من وين ما كان، هاي المدينة بتستقبل كل العالم بس بشرط أنه يفوت عليها
ليقبلها مثل ما هي. 100% كلامك صحيح. طبعا تعقيبا على كلامك بأنه نزار أباني هو شاعر الأغنية الأول، يعني قبل موجز الأخبار لزملائنا يا ريت يسمعونا لا تسألوني ما اسمه حبيبي، هي من الأغاني الأولية اللي تغنت لنزار أباني الشاعر الكبير. فيروز غنت. فيروز طبعا. طبعا لا تسألوني. يعني هلا نحن عم نشوف اليوم عم نحكي عن مثل اليوم اندفن هو بعد 3 ايام لحتى ما صارت الوراء وصارت المعاملات وانه يرجع من المنفى ويندفن، فهن قرروا يعملوا له هي صح. بالمناسبه انت قلت هي على سيره المعاملات، وقت توفى نزار اجى وفد من السفاره السوريه على بيت بنته رنا بلندن وقالوا لها نحن لنقوم بالواجب. قالت لهم سرقتم عمر ابي وهو حي وتريدون سرقة جثمانه وهو ميت، أنا أرفض. بس كانت وصيته لنزار أقوى من كلام بنته، أنه هو حابب يندفن بدمشق مدينته ومسقط رأسه. مستمعين راديو أورينت منكمل معكم رحلة في أيام نزار أباني من مولده لما ماته، بس بعد الموجز خليكم على السماع. على دقة قلبك وبترد الروح. راديو أورينت. مكملين معكم مستمعين تي تايم شو برحلة اليوم بفنجان الشاي مع ذكرى أليمة ودعنا فيها نزار أباني، بس مع كمان رفقة فنجان شاي حلوة مع الكاتب والأديب السوري فارس الذهبي. عم نحكي عن مسيرة عمر نزار أباني ابن الشاعر الدمشقي. أخشى عليكم ضوعة الطيوب لا تسألوني ما حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب، والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيبي، ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوم. يعني نزار أباني ما كان مجرد شاعر متمكن بس بيكتب أشعار بيستوحيها من الواقع، كان خياله واسع وكان استثنائي وكان ينفرد بأسلوبه وقدرته على وصف أدق المشاعر. مثل ما قلت قبل شوي أنه نزار أباني درس الحقوق بالجامعة السورية وتخرج منها بسنة 1945 وبلش عمله الدبلوماسي، عم يتنقل بين دول العالم قبل ما يقدم استقالته بسنة 1966. يعني استمر عمله تقريبا 10 سنين أو 14 سنة تقريبا. حكي لي فارس عن بعد دراسته بالحقوق أو بخلال دراسته بالحقوق. بس قبل ما أحكي يعني ما فيني أنسى، يعني ما فيني أتجاهل هي الغنية الجميلة جدا، يعني الله على الشاعرية الله على الشفافية، إنه لا تسألوني ما اسمه حبيبي أخشى عليكم، يعني إذا بقولكم أنا اسمه ضوعة الطيوب يعني أخشى عليكم من انفجار ريحة الطيب والجمال إذا بقولكم اسمه بس. يعني نزار أباني عن جد وصل بالقصيدة لمطارح جديدة ما وصل أحد. نرجع نزار أباني تخرج من كلية الحقوق بدمشق بال45 مثل ما قلت، وانتقل لوزارة الخارجية كوظيفة، يعني هو
مثل كل إنسان بيتخرج من الجامعة بيفوت على مجال العمل مهنة بده يشتغل، لأنه الشاعر بتعرف بلادنا أو بأغلب بلدان العالم هي مهنة ما بتجيب، ما بتعيش ما في إنسان، ما بتعيل عائلة تماما. فهو امتهن الدبلوماسية. طبعا هو أول شيء اشتغل بوزارة الخارجية موظف. طبعا كانت وقتها بهديك الأيام بالأربعينات وأوائل الخمسينات كانت وزارة الخارجية هي وزارة خارجية بلد ديمقراطي، بلد منفتح، في صحافة، في نقد، في برلمان، في ناس بتقول إيه، في ناس بتقول لا، في ناس بتعلق ببعضها. فكان انتقاء بهديك الفترة، انتقاء الناس اللي بيشتغلوا بالسلك الدبلوماسي تماما، كان ينتقيوا صفوة المجتمع. فما ما في واسطة، ما في انه والله هذا ابن فلان او قرايب فلان، كانوا لانه هذا هو سفير فعلا، سفير حقيقي لبلده، فلازم يبيض الوش. تمام. لازم يكون بريزنتابل، لازم يكون بيعرف يحكي، لازم يكون دبلوماسي مع الناس، عنده بروتوكول حكي وكلام وادب واكل الى اخره. فبسرعة شديدة نزار أباني طبعا مثل نزار أباني في كتير شعراء وكتير أدباء مثل عمر أبو ريشة ونسيت كمان مين، كتير كانوا سفراء وكانوا دبلوماسيين يعني انتقطوا وزارة الخارجية. طبعا انطلق مثل الصاروخ نزار أباني بفعل أناقته مثل ما قلت وسامته ومنطقه الشاعري اللي كان يذهل الناس، لأنه الدبلوماسية شو بده أكتر من أنه يكون واحد شاعر بيتعاملوا مع الناس، كان يعني كلمة طيبة بتلين الحجر تماما تماما. فنزار كان فعلا يخترق الجدران بدبلوماسيته بالكلام، وفعلا تطور من موظف عادي بوزارة الخارجية بعتوه على السفارة بمصر لصار سفير خلال أقل من 10 سنين، صار سفير لسوريا يعني بمدريد بلندن كمان وبلندن. طبعا هنيك خلال عمله بلندن وبمدريد كسفير بمدريد اطلع على كل الثقافة العربية الأندلسية اللي موجودة بإسبانيا، يعني له بتلاقي من تراث العرب الموجود بالأندلس بتلاقي كتير شغلات موجودة بشعر نزار، كلمات عبارات بيتغزل بقصر الحمراء، يعني كلمة جملة لا غالب إلا الله الشهيرة الموجودة على قصر الحمراء بغرناطة هي موجودة بشعره. تأثر كتير وبيقول هو بأحد كتبه النثرية بيقول إنه بأحد أسئلته أنه هو عم يسأل نفسه ليش القصيدة العربية العرب والأمويين وأتفاتوا على الأندلس رقت قصيدتهم وصارت شفافة وصارت غير القصيدة اللي كانت موجودة بالحجاز وبالدول العربية. بيقول أنه وقت وصلوا على بلد على بلاد، عندما وصلوا إلى بلاد كلها أنهار وكلها واحات نفضت القصيدة غبار الصحراء عنها الله وخلعت العباءة والثيابة كاملة ونزلت عارية في الماء تستحم وخرجت نضرة من جديد. الله. وهذا تفسيره، بيقول هذا تفسيري الوحيد لنضارة الشعر الأندلسي العربي اللي كان جاف على حد قوله، كان جاف وقاسي وحد وفخر واعتزاز كله شغلات وتحدي، صار شعر غزل مثل شعر ابن زيدون وشعر الولادة بالمستكفي مثل شعراء العظام اللي موجودين كانوا بالأندلس. أثرت فيه وجوده بإسبانيا كتير، طبعا جول بكل أنحاء وكان خير سفير، انتقل بعدين على لندن مثل ما قلت وكان سفير بلندن وكمان مدينة الضباب أضافت الكثير له وعلمته اللغة الإنجليزية بشكل كتير كبير. بس قبل في كان في محطة كتير أساسية اللي هي أنت بدك تقول بدك تحكي عنها، كانت اللي هي قصيدته ومواجهته خبز وحشيش وقمر. هي كانت حقيقة درس بالديمقراطية. هي القصيدة نزار أباني وقت كتب قصيدة خبز وحشيش وقمر، هي قصيدة الشهيرة جدا، انفجرت عليه على حد قوله كمان، يعني دائما بستخدم كلماته مشان ما أكون أنا عم قيم، انفجرت عليه الرجعية العربية وصارت زوبعة كبيرة بجراء هالقصيدة، حتى أنه في نائب اسمه مصطفى الزرقاء توجه بعريضة للبرلمان السوري لمحاكمة نزار أباني اللي هو كان بيشتغل وقتها بالدبلوماسية، انه كيف واحد بيشتغل بالدبلوماسية السورية عم يجدف بحق الآلهة ويكتب هيك قصيدة فيها كلمة مثل حشيش ويمثل سوريا بالخارج. يعني عم نسمع نحن خبز وحشيش وقمر. عندما يولد في الشرق القمر فالسطوح البيض تغفو تحت أكداس الزهر.
يترك الناس الحوانيت ويمضون زمر لملاقاة القمر، يحملون الخبز والحاكي إلى رأس الجبال ومعدات الخدر، ويبيعون ويشرون خيال وصور، ويموتون إذا عاش القمر. ما الذي يفعله قرص ضياء؟ ما الذي يفعله قرص ضياء ببلادي، ببلاد الأنبياء وبلاد البسطاء، ماضغ التبغ وتجار الخدر؟ ما الذي يفعله فينا القمر؟ ما الذي يفعله فينا القمر؟ فنضيع الكبرياء ونعيش لنستجد السماء. ما الذي عند السماء لكسالى ضعفاء يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر، ويهزون قبور الأولياء، ويهزون قبور الأولياء، يهزون قبور الأولياء علها ترزقهم رزا وأطفالا قبور الأولياء. الله الله، يعني قديش هذا الشاعر فارس، قديش هذا الشاعر فعلا بأدق التفاصيل بيوصف الحالة. أكيد طبعا، وهي القصيدة هي علامة بارزة جدا بشعر نزار قباني، وإلى حكاية إذا بتسمح لي أولى. يعني طبعا الحياة النيابية بسوريا كانت هذيك الأيام مثل ما تفضلنا ديمقراطية، وكانت تتيح مساءلة الحكومة والحرية. عندها بهذيك الأيام توجه النائب مصطفى الزرقة بالاسم، وهو باسمه شخصيا توجه وبالنيابة عن كتلة النواب الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها طبعا مصطفى الزرقة، لمقابلة وزير الخارجية خالد العظم اللي هو طبعا رئيس سلك الدبلوماسي، رئيس نزار قباني اللي هو كان موظف بالسلك الدبلوماسي وقتها. فكان طبيعيا أن يأبى الأخير، يعني يأبى خالد العظم وهو الليبرالي المخضرم، كان أكيد رفض بشكل قاطع أنه يعاقب أو يحاكم نزار قباني أو حتى يطرده من السلك الدبلوماسي من وظيفته بسبب قصيدة، مع أنه كانوا كتلة الإخوان المسلمين غضبانة جدا من هذه القصيدة. فحاول الزرقاء بعدة محاولات، حاول عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة بناء على هذه القصيدة، وبالفعل ترأس الجلسة الحكومية جلسة نيابية لاستجواب الحكومة ناظم الإدسي رئيس مجلس النواب، وحضر صبري العسلي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبد الباقي نظام الدين وزير الأشغال العامة، وفاخر كيالي وزير الاقتصاد الوطني، وليون زمرية وزير المالية، ومأمون الكزبري وزير العدل، وألقى فيهم مصطفى الزرقاء اللي كان، شوف يعني هذا مصطفى الزرقاء ما كان يعني من كتلة الإخوان المسلمين بس إنه هو رجعي، بس هو كان أديب وشاعر ونحوي وأستاذ في كلية الشريعة. يعني هو كان، يعني كانت حقيقة مناظرة كاتب يميني لكاتب يساري، تمام، مو هي بس إنه والله لأنه أنت فتهمناك بالكفر فلا تعال نحاكمك أبدا. كانت الحياة النيابية تسمح كتير للتنوع والاختلاف. ألقى مصطفى الزرقاء خطبة حقيقة توصف في كتب المذكرات، مذكرات السياسيين بالعصماء، وقال فيها ضد يعني تظهر أنت في قصيدتك الداعرة الفاجرة الانحلالية، تظهر الشعب العربي في أقبح صورة وتعرضها على أنظار الأجانب في صورة يقشعر لها بدن كل عربي يتحسس بالمروءة والكرامة. وبيروا المؤرخين والبحاثة أنه انتهت اللجنة الجلسة دون اتخاذ أي توصية بحالة قباني إلى لجنة التأديب، فتوجه الزرقاء مجددا إلى وزير الخارجية اللي طلب من الأمين العام للوزارة موافاته بتقرير مفصل على ملف قباني الوظيفي، وانتبه وليس الشعري وليس أو السياسي أو الأمني، ما كان في مخابرات تقدر تعمل هذه الأشياء، طلب ملفه الوظيفي. فتفاجأ العظم
بحسن سير وسلوك نزار قباني. على الصعيد المهني ما في شيء. على الصعيد المهني بيبيض الوش كيف بده. فقال لهم: يا حضرة النواب الأعزاء، أحب أن أصارحكم بأن وزارة الخارجية السورية فيها نزاران، نزار قباني الموظف ونزار قباني الشاعر. الله. أما نزار قباني الموظف فملفه أمامي وهو ملف جيد ويثبت أنه من خيرة موظفي هذه الوزارة. أما نزار قباني الشاعر فقد خلقه الله شاعرا، وأنا كوزير للخارجية لا سلطة لي عليه. فإن كنتم تقولون أنه هجاكم بقصيدة فيمكنكم أن تهجوه بقصيدة مضادة، وكفى الله المؤمنين شر القتال. يعني شوف أنت كيف، يعني قمة الديمقراطية، قمة الديمقراطية بصراحة. لا حولوا ملفه للأمن ولا طردوا تعسفيا من وظيفة ولا عاقبوا ولا أي يعني إجراء تعسفي، وبناء عليه استمر نزار بشعره واستمر بوظيفته ونمت هي الزهرة الجورية اللي اسمها نزار أباني، نمت بالحديقة. يعني كمان رد مديره كثير دقيق، وأنه أخي أنا بقدر حاسبه على وظيفته، ووظيفته سيرة السيرة تبعه حسن سلوكه كثير منيحة، بس على شعره أنا ما فيني حاسبه لأنه هو الله خلقه طبعا. فكنت حاسبه بقصيدة، رد ردوا عليه بقصيدة. شو هاد يعني، شو هاي الديمقراطية الرهيبة، شو هالجمال. وهو كمان هو مانو يعني مانو هذا الزلمة القليل اللي بيكتب كلمات قليلة، قديش خطيرة هي القصيدة، قديش طبعاً قديش فيها كلمات، يعني أدق التفاصيل اليومية اللي منعيشها هو واصفها، وعم بينادي فيها أنه بتنادوا للهلال يا هلال، وبتنادوا للمطر طبعاً، وبتنادوا للنبع، كل هدول أنتوا بتنادوا لهم، طيب يلا شدوا الهمة. يعني قديش كان هو بيشحذ الهمم بكلامه، حتى لو كان كله غزل. يمكن صحيح. يمكن بتخيل، يمكن الزرقاء هاجم عليه لأنه حس فيه قوة كتير وبتنافي صراع تيارات سياسية وفكرية تماماً. مو أنه بس تهجم، صراع تيارات. هلأ بقى إذا بتسمح لي ممكن نحكي نحن شوي عن الحاضنة اللي عاش فيها نزار قباني. أكيد أكيد. عائلة نزار قباني هي عائلة القباني، طبعا عمه أخو جده هو أبو خليل قباني الموسيقي والمسرحي الشهير، والده توفيق أبو المسرح قباني. طبعا أبو المسرح السوري بنفتخر كلنا فيه. والده توفيق قباني اللي أسس أسرة حنونة دافية مليئة بالحب، كانت مثل ما قلت أنت بالمقدمة، كانت أسرة تتبادل أطراف الحب بشكل كبير. نمو نزار قباني أول بطفولته، نزار الصغير كان يحب يرسم ورسم ودعموه بكل شيء. بعدين حتى سكلت له الصدمة الأولى هي انتحار شقيقته، انتحارها. هون إذا بتسمح لي، بنته هدباء قباني هيك إلى شوي من مذكراتها بتحكي عنه. يعني هذا الكلام اللي بتقوله هدباء بيدلنا قديش هن عائلة محبة وقديش عائلة حاضنة حقيقية لشاعر. يعني أكيد التربة اللي بتنبت فيها النبتة هي الأساس اللي بتشكل النبتة فيما بعد، وهي هي مراحل حياته أثرت عليه فيما بعد بقصائده كتير. طبعاً يعني طبعاً أكيد. بتقول هدباء: كانت جدتي تدلله باسم نزوري حين كان طفلا ضائعا بين أحواض الورد والخبازة وبين عريشة الياسمين وأشجار الليمون والسفرجل ونافورة المياه الزرقاء في بيت أبويه بدمشق القديمة، وهائما مع أسراب الحمام والسنون وقطط البيت. وعندما بلغ سن العاشرة لم يترك نزار صنعة فن لم يجربها، من الرسم إلى الخط العربي إلى الموسيقى إلى أن رسى قاربه وهو في 16 على شاطئ الشعر. قبل أن يكون أبي كان صديقي، ومنه تعلمت أن أحكي بينما هو يستمع رغم ندرة استماع الرجل للمرأة في مجتمعنا. زان أبي مراهقتي وشبابي بشعره، لكن في المقابل وبصفاء نية أفسد حياتي بشعره وبتعامله معي، فقد جعلني أقارن بينه وبين الرجال الذين ألقاهم، وأتت المقارنة دائما لصالح أبي. ورأيت أغلب الرجال طغاة، كان جاري في لندن لكنه لم يزرني قط دون موعد مسبق، وفي نادرة دق بابي دون موعد، وعندما وجد لدي صديقات اعتذر واستدار عائدا مؤجلا زيارته لمرة أخرى، ولم يسبقه سوى صراخ الصديقات بأن يبقى. قد يكون أهم ما أذكره عن أبي هو ذلك التشابه المذهل بينه وبين شعره، فهو لا يلعب دورا على ورق الكتابة ودورا آخرا على مسرح الحياة، ولا يضع ملابس العاشق حين يكتب قصائده ثم يخلعها عند عودته إلى بيته. يعني قديش هذا الوصف اللي عم توصفه هدباء
لأبوها أنه قديش هي ما كان يجي لعندها رغم أنه موجودين بنفس البلد، مو لأنه ما بيحبها، هو بروتوكول عنده طبعاً. بروتوكول طبعاً. هو رجل دبلوماسي حقيقي، ما طبعاً. ما بيمثل أنه هو شاعر، هو هيك بحياته طبعاً. بيعمل موعد بعدين بيروح، مرة واحدة إجا وخجل ورجع، رجع بس تمسكوا فيه، مسكوا فيه صديقاتها، لا عود أنت نزار طبعاً. عود طبعاً. لا طبعاً. يعني هاي الحياة، هاي التركيبة، هذا الشخص اللي هلأ هو رحل عنا بكل هذا العز والكبرياء، بكل هاي الأناقة، بكل دقة تفاصيل المشاعر والحرف يلي كتير مثل ما قلنا وقلنا رح نحكي عليها فيما بعد. شكرا لكم، شكرا لكم، الله الله الله، شكرا لكم، شكرا لكم. فحبيبتي قتلت، وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة. وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل، بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق، كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائي. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنام. فارس، من بلقيس لفيروز. تمام. فيروز شو غنت له؟ هلأ فيروز تعاونت رحابني، عموما تعاونوا مع نزار أباني بأغنيتين تقريبا، اللي هي الموال الدمشقي ولا تسألوني ما اسمه حبيبي. الموال سمعنا، لا تسألوني ما اسمه. يا ريت إذا مهند باشا إذا بيسمعنا الموال الدمشقي. بس معنا. بينما يلاقيها كمان خليني أقول شيء من مذكرات بناته لنزار أباني. لقاها وصارت معنا عم نسمعها. يلا. ما قلت لك خلينا نحكي عن مذكرات كلمات أهلي لنزار أباني. إيه. هلأ هاي عم نسمع موال دمشقي أخذوها، وهي غنية نادرة من نوادر نزار وفيروز بالرحاب. وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل، لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل. هو شاعر عاطفي بشكل لا يصدق، يعني بيبكي وبيضحك وبيعترف ببكاء. هو رجل قديش هو رجل فخور برجولته، بس مع ذلك عنده عواطف، عنده عواطفه دائمة. خليني أكمل. بتقول بنته كمان في تفاصيل الحياة اليومية لنزار أباني ببيته اللندني، تقول ابنته والدي كان يحب البقاء في البيت، بيتوتي كما يقال بالعامية، وحياته الشعر والترتيب وقراءة والقراءة والكتابة، يستحم ويخرج من غرفة إلى غرفة بكامل أناقته متوجها إلى مكتبه ليستمع للموسيقى الكلاسيكية. الله، زار أباني خواجة مثل ما بنقول بسوريا، يعني رجل بكل ما لديه من فخر موجود بالحياة. ويضع ورقا أبيض ثم يشرب قهوته ويتفرغ للورقة البيضاء، ويعتبر أنه يجب أن يعمل من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ثم يتناول طعام الغداء وينام حتى 4، وبعد ذلك في 7 أو 8 تأتي فترة القراءة للشعر العربي أو الأوروبي المترجم. لم يكن والدي اجتماعيا، ولم يكن يذهب لرؤية أحد من الجاليات العربية أو غيرها، واقتصر خروجه على حضور الأنشطة الفكرية وأمسيات مشتركة أو استقبال أصدقاء الشعراء مثل محمود درويش وبلند الحيدري وعبد الرحمن منيف والعراقي الربيعي أثناء زيارتي من لندن. كان نزار قباني محبا للحدائق البريطانية، ودائما زيارتي لها ويقول أنها من إعجاز الله. وذات يوم قال لابنته:
انظروا إلى الديمقراطية وكيف أعطوا للناس الحيز الكبير من المساحات في الحدائق العامة حتى تستمتع بها. يعني زلمة مرتب كل أموره طبعا. عامل سيستم لحياته، نظام لحياته، تحمم بيلبس كل تيابه وبيحمل حاله وبيروح بيروح على مكتبه وهو لابس كل اللي بده إياه، ورايح ليحط الورق قدامه وبده يشتغل. هو بيعتبر انه هذا شغله من العشرة للوحدة، بعدين بيرجع نظام دقة. نظام دقيق طبعا. دقيق دقيق. يعني قديش هذا فارس، انت ككاتب وروائي قديش شو بدك بدنا نحكي عنه لهذا البني آدم؟ طيب حط بدنا غنية مهند منك، حطنا خلونا نكمل موال دمشق اذا فينا نكمل موال دمشق. مأزنة أو علقوني على الأبواب القنديلة، فنجان الشاي كتير هيك عم بيكون سريع لأنه نحن يعني ما بيخلص الحكي. أكيد. ما بيخلص عن هاي القامة. فهلأ كنا عم نحكي عنه وكيف الرحابنة وفيروز اختاروا منه، احكي لي أكتر عنه، مين غناله شو؟ طبعا حياة نزار طبعا ما فينا نلخصها بهالوقت السريع، بس نزار أباني لازم نحكي، هو شاعر الرومانسية، شاعر المرأة، شاعر الحب، شاعر الغزل، شاعر كل الرقة بالحياة. أصيب بصدمات كتير كبيرة بحياته، يعني هو سلسلة قد ما كان في حياته رومانسية وحب وغرام وجمال، نفس الوقت ما كان فيها صدمات، صدمات ومآسي، من انتحار أخته حتى وصولا لوفاة أبوه. بوفاة أبوه، وفاة أمه، وفاة زوجته بلقيس، وفاة ابنه توفيق اللي هو سماه على اسم ابنه. في قصيدة ما بعرف إذا مهند بيلاقي لنا، هي قصيدة أبي، قصيدة بيرسي فيها أبوه يعني شفافة بطريقة لا تصدق، من أجمل ما كتب نزار أباني. أبوه كان الأنا العليا لنزار أباني، الأب الذي يعني مسنود عليه شجرة العيلة، مسنود عليه العيلة بكل أطرافها. انكسر نزار أباني كسر لما هائل لما مات أبوه. وقصيدة اللي بيقولها بأبوه رسافية مهمة جدا جدا جدا، يعني فيما بعد فيما بعد توفت أمه وكتب لها قصيدة خمس رسائل إلى أمي كمان. هو كان طفل المدلل طبعا، يعني طبعا أبوه وأمه وشقيقته الصغيرة وصال، ابنه توفيق، زوجته بلقيس، يعني النكسة اللي صارت طبعاً. كل هدول مراحل بحياته أثروا بمسيرته الفنية أصلاً طبعاً طبعاً. يعني هنن عملوا تراكمات جواته، فدائماً بيقول، دائماً كان يقول قصائد. ما بعرف إذا الآن مهند يمكن فينا نلاقي شيء عنه، خمس رسائل إلى أمي، خمس رسائل إلى أمي أو قصيدة أبي. صباح الخير يا حلوة. الله، هاي خمس رسائل. صباح الخير يا قديستي الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شفيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه ترابينا من النعناع والزعتر وليلة دمشق. أنا وحدي دخان سجائري يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الأسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب
وطفت الهند طفت السند طفت العالم الأصفر ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر أيا أمي أيا أمي أنا الولد الذي أبحر ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر فكيف يعني فارس بداية الوصف كان عم بيقول لأمه يا حلوة يعني يا وجهة دمشق ألا كمان بيقول لها بالقصيدة صباح الخير يا حلوة عم يعني هي مدلعة ايه هو مو بس هو طفلة المدلل كمان هي الأنثى اللي بيدلعها بالحياة وبيقول لها صباح الخير يا حلوة تمام يعني بيشبهها بوجه دمشق يعني هي المدينة اللي احتضنته يعني الكلام كلام هيك بسيط بس شفاف دقيق جدا بمشاعره كان يعني معلش هيك أخذ من وقتك شوي وانتقل لرثاء أبوه وقت اللي رثاء بالقصيدة من أجمل قصائد الرثاء هي قصيدة أبي يا ريت سمعونا شيء يا ريت أمات أبوك ضلال أنا لا يموت أبي ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي هنا ركنه تلك أشياؤه تفتق عن ألف غصن صبي جريدته تبغه منكأه كأن أبي بعد لم يذهب وصحن الرماد وفنجانه وصحن الرماد وفنجانه على حاله بعد لم يشرب ونظارتاه أيسل الزجاج عيونا أشف من المغرب بقاياه في الحجرات الفساح بقايا النسور على الملعب أجول الزوايا أجول الزوايا عليه فحيث أمر أمر على معشبي يعني عم بيوصف أبوه بأدق التفاصيل طبعا اللي عم نسمعه هو رثاء نزار أباني لأبوه توفيق بس بصوت الممثل السوري تيم حسن لأنه للأسف ما لقيناها بصوته يعني اللي مثل دور نزار أباني اللي مثل دور نزار أباني بالمسلسل اللي تصور جزء كبير منه بلندن بمكان إقامة الراحل نزار أباني شوف قديش الشفافية بالكلمات أمه أبوه ابنه فيما بعد حبيبته اللي حكينا عنها بالبداية حبيبته بالجامعة تمام. قالت لي السمراء رايحين أكتر وين نروح هلا فارس تستمر طبعا الصدمات تبع حياته يعني على تشكل دائما ذرة وقامات بشعره يعني كل صدمة هو كان يواجهها بقصيدة كل مرة أعظم من الثانية يعني كل كان يوجه صدمات بأنه يفرغها على الورق يفرغها بقصائد يعني من أجمل قصائد الرثاء بالتاريخ الشعري المعاصر هي قصيدة بلقيس اللي وقتها هي كمان إلى حكاية كبيرة قصيدة بلقيس اتهم فيها هو النظام السوري بمحاولة قتله طبعا بلقيس هي زوجته الثانية العراقية بلقيس الراوي بلقيس الراوي اللي اغتاله النظام السوري بتفجير سيارة مفخخة أمام السفارة العراقية ببيروت سنة 1982 سنة 1982 يا ريت نسمع شيء من القصيدة قصيدة مرعبة قصيدة مؤلمة يعني تماما وغادر الوطن العربي نزار أباني بعدها على قصيدة بلقيس بعد اغتيال بلقيس بعد ما اغتاله زوجته وصار فراق بينه وبين النظام العربي عموما وبلش رحلته بالهجاء السياسي يا ريت إذا فينا نسمع على قصيدة بلقيس شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة وقصيدتي اغتيلت وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة الله الله بلقيس
كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق، كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيام. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنام، هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا نينوى الخضراء، يا غجرية الشقراء، يا أمواج ذيلة تلبس في الربيع. شوف قديش عم بيوصفها بكل العراق هي بلقيس الراوي طبعًا. العراقية كسرت له فؤاده، كسرت له عنفوانه، ودعاهم قال لهم تعالوا اشربوا على أبرة، على أبر الشهيدة، فرحوا قتلتوا حبيبتي، انبسطوا. طبعا نزار أباني شاعر نجم بكل ما تعنيه كلمة نجم معنا. يعني نزار أباني كان يتجول بالشوارع، الناس تسلم عليه، يعرفوه مثل نجوم السينما شكلا وطلة وبهاء. ما كان في بهداك الأيام لا تلفزيونات ولا واتساب ولا انترنت ولا أي شيء، بس وقت كان نزار أباني يعلن عن قصيدة، عن أمسية شعرية له، كانت المدينة كلها تزحف لحضور أمسياته. بكل المدن العربية قال شعره، وكان يبكي ويبكوا الناس على شعره وعلى كلامه. يعني مثل مثلا قصيدته الأمير الدمشقي، الأمير الدمشقي للأمير الدمشقي ابنه، اللي بيقول فيها الله تفضل، يعني لأي سماء نمد يدنا، ولا أحدا في شوارع لندن يبكي علينا، يهاجمنا الموت من كل صوب ويقطعنا مثل صفصافتين، فأذكر حين أراك عليا وتذكر حين تراني الحسين. الله، يعني قديش هذا الشاعر اللي عم بيقول لابنه، عم بيقول لهم سأخبركم عن أميري الجميل، سأخبركم عن أميري الجميل، عن الكان مثل المرايا نقاء، ومثل السنابل طولا ومثل النخيل. تمام. كان صديق الخراف الصغيرة، كان صديق العصافير، كان صديق الهديل. سأخبركم عن بنفسج عينيه، هل تعرفون زجاج الكنائس؟ لك قديش عامل خليط بهي البنية، بهي المكنونات تبع البلد، قديش لغوية. لغويا رايح للأقصى وشعريا رايح للأقصى. طبعا نزار أباني، يعني نزار أباني هو شاعر ثوري بامتياز، يعني هو خرج على كل ما للمجتمع من تقاليد، خرج على تقاليد القصيدة، خرج على تقاليد المجتمع نفسه، فجر ما يمكن تفجيره من موروثات بالية وعادات قديمة وأفكار هدامة. هو حتى النقاد بيقولوا عنه أنه فجر اللغة العربية يعني بطريقة جديدة، وحتى صنع لغة خاصة في الناس بتقولها اسمها اللغة النزارية، لدرجة أنه كل مين هلأ صار بيكتب أي شعر بطريقة فيها شوية شفافية ويتهموا بأنه عم يسرق من نزار. تماما. يعني طبعا هاي أنا عفوا أسف للمقاطعة، بس هاي اللي قريتها قبل شوي هي للأمير الدمشقي اللي هو ابنه توفيق، فبيقول له توفى طبعا. فهو بلش معه بهذا المزيج العظيم، وتقريبا قبل القفل، قبل نهايتها قفل بتوفيق، لو كان للموت طفل لأدرك ما هو موت البنين، ولو كان للموت عقل سألناه كيف يفسر موت البلابل والياسمين، ولو كان للموت قلب تردد في ذبح أولادنا الطيبين. التوفيق يا ملك الملامح، الله. يا قمري الجبين، صديقات بيروت منتظرات رجوعك يا سيد العشق والعاشقين، فكيف سأكسر أحلامهن وأغرقهن ببحر الذهول، وماذا أقول لهن حبيبات عمرك، ماذا أقول؟ هيك قفل قصيدته، بلش بهذا الهجيان، هذا يعني هذا الميكس من كل الشعوب، كل الأديان، كل الطوائف، وقفلها بابنه. شو بده يقول للعالم اللي عشقت توفيق؟ طبعا نزار أباني شاعر تفعيلة وشاعر موزون ومقفى على كل المستويات، بس هو بنفس الوقت ما نسي قصيدة النثر، قصيدة نوع قصيدة النثر.
يلي هو اشتغل عليها وكان هو حقيقة منحاز دائما للتجديد والجديد. ما قبل أبدا بأي شكل من الأشكال أنه ينحصر بشكل شعري. قال عن قصيدة النسر، قال عنا: لا يجوز لنا أن نطلق الرصاص عليها بتهمة الخيانة العظمى أو بحجة أنها تقول كلاما ليس له سند أو شبيه في كتب الأولين. إنما مصلحة القصيدة العربية أن نترك باب الاجتهاد مفتوحا، وإلا تحولت إلى قصيدة فاشستية أو إلى قصيدة من خشب. يعني إيه تفضل. أنا إذا بدي عد المطربين أو المغنيين بالعالم العربي اللي غنوا له فلقصائده، يعني بقدر أقول منه هيك على السريع شوي: أغنية بغداد غناها إلهام مدفعي، أغضب أصالة نصري، القدس لطيفة وكاظم الساهر، ثلوني الدنيا للطيفة، صباحك سكر هل عندك شك، يدك قولي أحبك، التحديات أكرهها، حبيبتي والمطر، كل عام وأنت حبيبتي، كلهم غناهم كاظم الساهر، كمان زيديني عشقا وعلمني حبك وحافية القدم مين، طوق الياسمين لماجدة ويا بيروت ومع جريدة وكلمات، حتى خالد الشيخ المطرب البحريني نهر الأحزان، قارئة الفنجان غناها عبد الحليم حافظ، رسالة من امرأة فايزة أحمد، لا تسألوني عن اسم حبيبي الله. سمعناها قبل شوي الله. فيروز، أصبح عندي بندقية أم كلثوم غنتها ولحنها محمد عبد الوهاب. يعني أنا عم بحكي عن ناس إلى الآن يسمعون، إلى الآن هن مدارس بالطرب، مدارس بالغناء، كلياتهم اختاروا كلمات من قصائد نزار أباني لتنقال بكل العصور وبكل الأزمان، حتى كتير تدرس الأغاني هاي بكلماتها غير ناهيك طبعاً. عن لحنة، لأنه في كلمات بتمس المشاعر. طبعا يا ريت تسمعونا يظنوا لنزار ومحمد عبد الوهاب. بس بهالوقت يعني خلينا نكمل عن أدبيات نزار أباني. ايه. نزار أباني كمان كتب بالنقد. الله الله. أيظن أني لعبة بيدي، أنا لا أفكر في الرجوع إلي، أيظن أني أفكر في الرجوع إليه، هل يوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال. طبعا كنت عم أقول إنه نزار أباني كمان هو ناقد كبير، وأصدر كتاب اسمه الشعر قنديل أخضر، بيوصف فيه تجربته الشعرية بدقة. هو تمام. بيوصف فيه أسلوبه بالكتابة، اسمه الكتاب الشعر قنديل أخضر. بيقول بمقدمته الصغيرة، بيقول إذا بتسمح لي: هذا القنديل ما فكرت في يوم من الأيام أن يخرج من غرفتي إلى غرف الآخرين، إنه قنديلي الخاص الذي أردت دائما أن يكون لي وحدي، بزجاجته الصفراء وشعلته النحيلة وعينه الخضراء، ولكن أصدقائي الطيبين الذين أخذوا قلبي وضوء عيني لم يقبلوا أن يتركوا لي حتى هذا القنديل الصغير الذي كان صديق وحشتي وسريري، أخذوه وتركوا لي مكانه ورقة صغيرة تقول: نثرك مثل شعرك لا بد من مصادرته. الورقة أرضت غروري لكنها لم ترضي ضميري، ذلك أن قضية المستوى الفني تظل عقدتي المزمنة التي لا أشفى منها، إنها صداع الذي يفترسني دائما قبل أن أجتاز باب المطبعة. وبعد، فهذا هو القنديل الذي صدر من حنجرتي، أقدمه للقراء كما هو، بزجاجته الصفراء وشعلته النحيلة وعينه الخضراء، أقدمه لهم لكم ويدي على قلبي. مدريد 1/1/1963. هذا الكتاب اللي هو حكى فيه عن طريقته بالشعر. تمام. حكى فيه كيف بيكتب. طيب. كيف بيحس، شو تمام. بيقول يعني. طيب. كان بده يخبيه، أنا فهمته أنه كان بده يخبيه، بس بعدين أنه لا، طلعه على الضوء وسمع تمام. الناس. تمام. هي أغنية أصبح عندي الآن بندقية، هي من الأغاني الثورية ببداية الستينات، لحن عبد الوهاب لأم كلثوم بموسيقى عظيمة ورائعة. هلأ إذا بتسمع شوي في موسيقى
يعني أم كلثوم غنت لنزار أباني، من الأوائل المطربين اللي غنوا لنزار أباني طبعا، فيما بعد عبد الحليم وغيره، بس هاي الغنية رائعة، نسمع شوي. إلى فلسطين خذوني معكم، إلى رمى حزينة كوجه مجدلي، إلى القباب الخضر والحجارة النبي. عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيت الذي هناك، عن وطن المحاط بالأسلاك. كان دائما يقول نزار أباني: أتجول في الوطن العربي لأقرأ شعري للجمهور، فأنا مقتنع أن الشعر رغيف خبز يخبز للجمهور، وأنا مقتنع منذ بدأت بأن الأحرف أسماك وبأن الماء هو الجمهور. تمام. نزار أباني يعني دواوينه تجاوزت 35 ديوان، عنده كتب نقدية، كتب نقدية ونثرية حوالي 15 كتاب، حتى هو كتب مسرحية اسمها جنون ستان. تخيل انه هو كتب عنده مسرحية واحدة فقط. بس المدهش انه بنزار أباني انه قديش النظام لحد الآن بيسرق منه، قديش هو ادعى بنوته لنزار أباني اللي هو كان يرفضه على الإطلاق، وطول الوقت كان يكتب قصائد في هجاء الأنظمة القمعية، من الديك إلى قصيدة جنون في بلاد قمعستان، إلى سياف في بلاد العرب، إلى قصائد كثيرة. مثلا بيقول بقصيدة: يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبة، فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبة، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. طبعا ما بننسى بشار الجعفري بمجلس الأمن وقت اغتصب قصيدة نزار أباني وقال في مهاجمة مندوب السعودية، قال: دمشق يا كنزة، دمشق يا كنزة أحلامي ومروحتي، أشكو إليك العروبة أم أشكو إليك العربة. طبعا هاي الاستعارة اللي استعارها هي أثارت الكثير من السخط على أنه نزار أباني لو كان عايش هلأ أكيد كان هو من ضمن أكيد ما هو من البداية كان أصلا ضد هذا النظام الديكتاتوري. يعني هو قصائده اللي هاجم فيها الحكام، كل الحكام العرب، لا توصف لا تصدق، ما استثنى أي أحد، ما استثنى أطلاقا فعلا، نعاهم كلياتهم ونعا كتبهم وقال لهم: كلامكم المثقوب كالأحذية القديمة، تمام، ومفردات العهر والهجاء والشتيمة، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. هو اتهم فيها كل ديكتاتور، اتهم فيها كل الأنظمة الديكتاتورية من نعاهن، قال لهم: أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة. هذا النظام قديشه ثوري، قديشه هو الحس موجود عنده من البداية. طبعاً. وقت اللي قتلت زوجته كمان اتهمهم وقال لهم أنه أنتوا من شو جاء بالك تسمع لعبد الحليم حافظ من كلمات نزار؟ قارئة الفنجان. الله على قارئة الفنجان. قصيدة تعرفونها جدا. هاي جلست. الله. هاي بصوتك، بصوت نزار الثاني. شوف الجمهور، شوف قديش في جمهور. جلست والخوف بعينيها، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب، يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجان، لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزان. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب،
وتكون حياتك طول العمر. فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوادته وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح برغم الجو الماطر والأعطار فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأحلام. حس الحب كتبه ألقاه الله فغنى فيما الله بعد الله يعني نزار. فنجان الشاي اليوم كان كتير كتير رائع بل أكثر من ذلك. يعني عم نحكي عن نزار أباني. يعني للأسف فارس وقتي بلش يخلص بأيام معي يمكن شوي. إذا فيك تقلي شيء أنا بتمنى. نحن داركنا الوقت أكيد بس أنا بتمنى من مهند إذا بيختم لنا بقصيدة هي من أجمل قصائد نزار أباني على الإطلاق بهدية لكل عشاق كل المحبين كل محبي دمشق كل محبي سوريا. هاي القصيدة قالها نزار بعد عودته الشهيرة إلى دمشق ب 22/9/1988 بافتتاح معرض الكتاب الدولي اسمه الوضوء بماء العشق. الوضوء بماء العشق بيقول سيرته الذاتية بطريقة شعرية لا تصدق. بتمنى أنه نختم فيها. شكرا كتير. شكرا كتير حسني. شكرا مهند. شكرا لجميع المستمعين. تحية لكم. تحية لشاعر القلوب مالك القلوب ملك رئيس جمهورية الشعر نزار أباني. شكرا شكرا لوجودك معنا فارس. شكرا لكل مستمعين راديو أوريانت وتي تايم شو. شكرا لمهند على الهندسة الصوتية. رحمك الله نزار أباني. شكرا لكل مستمعين الأقوى راديو أورينت وتي تايم شو. منلاقيكم بكرة. تضلكم بخير ويحيي الراديو. تتغير جغرافية جسدي تصبح كريات دمي خضراء وأبجديتي خضراء. في الشام ينبت لفمي فم جديد وينبت لصوتي صوت جديد وتصبح أصابعي قبيلة من الأصابع. أعود إلى دمشق ممتطيا صهوة سحابة ممتطيا أجمل حصانين في الدنيا حصان العشق وحصان الشعر. أعود بعد 60 عاما لأبحث عن حبل مشيمتي وعن الحلاق الدمشقي الذي ختنني وعن القابلة التي رمتني في طست تحت السرير وقبضت من أبي ليرة ذهبية وخرجت من بيتنا في ذلك اليوم من شهر آذار 1923 ويداها ملطختان بدم القصيدة. أعود إلى الرحم الذي تشكلت فيه وإلى الكتاب الأول الذي قرأت فيه وإلى المرأة الأولى التي علمتني جغرافية الحب وجغرافية النساء. أعود بعدما تناثرت أجزائي على كل القارات وتناثر سعالي في كل الفنادق فبعد شراشف أمي المعطرة بصابون الغار لم أجد سريرا أنام عليه وبعد عروسة الزيت والزعتر التي كانت تلفها لي لم تعد تعجبني أي عروس في الدنيا فبعد شراشف أمي المعطرة بصابون الغار لم أجد سريرا أنام عليه
وبعد عروسة الزيت والزعتر التي كانت تلفها لي لم تعد تعجبني أي عروس في الدنيا، وبعد مربى السفرجل الذي كانت تصنعه بيديها لم أعد متحمسا لإفطار الصباح، وبعد شراب التوت الذي كانت تعصره لم يعد يسكرني أي نبيذ. عائد إليكم وأنا مدرج بأمطار حنيني، عائد لأملأ جيوبي بالقضامة والجانرك واللوز الأخضر، عائد إلى محارتي، عائد إلى سرير ولادتي، فلا نوافير فرساي عوضتني عن مقهى النوفرة، ولا سوق الهال في باريس عوضني عن سوق الجمعة، ولا قصر بكنغهام في لندن عوضني عن قصر العظم، ولا حمائم سان ماركو في فينيسيا أكثر بركة من حمائم الجامع الأموي، ولا قبر نابليون في الأنفاليد أكثر جلالا من قبر صلاح الدين الأيوبي. على دقة قلبك وبترد الروح، راديو أوريان.